اليوم في مدينة شلة اجوا الأطفال على هاي المدينة وتعلموا أشياء جديدة وتعرفوا على المعالم التاريخية اللي فيها وعلى أهم الشغلات الموجودة فيها. طبعا هذا المخيم هو مخيم بيربط بالتاريخ ما بين المملكة المغربية وما بين أهالي مدينة القدس والتاريخ العريق اللي من أول. وإحنا 50 طالب وطالبة في المملكة المغربية في أحضان المملكة المغربية هم كتير مبسوطين كتير مستمتعين بهاي الرحلة الأكثر من رائعة المميزة اللي هي برنامجها كان بيشمل عدة شغلات تعليمية ثقافية سياحية وترفيهية. وطبعا منحب نوجه شكر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على إعطاء فرصة هذه الفرصة لأطفال القدس واستقبالهم في المملكة المغربية. وكان لنا الشرف مبارح أنه يستقبلنا سمو الأمير مولاي الحسن استقبال أكثر من رائع في مدينة تطوان. نشكره على هذا الاستقبال وكان لنا الشرف وشكرا كثير لكم. أنا طفلة مقدسية، كان مخيم كثير حلو، كثير استمتعنا. اليوم كانت زيارنا لحارس الملكي كثير كان حلو، استقبلونا كثير. الشعب المغربي كثير بحب الشعب الفلسطيني، كتير حبونا واستقبالهم كتير كان حلو، والمخيم بشكل عام كتير حلو، كتير حبينا. والأطفال المخيم يعني كانوا كتير مناح معنا، يعني مش زي باقي المخيمات. كان شعورنا كتير، يعني أنا كتير كنت فخورة بنفسي إنه شفت الأمير. كانت تجربة رائعة إلي بفترة القدس اللي هي كانت مخيم لفترة 25 يوم وسفرة المغرب. اليوم إحنا بمدينة شلة زرنا معالم أثرية وتاريخية جديدة، وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس على استضافته الجميلة لنا. البارح استضافنا الأمير مولاي الحسن استضافة جميلة بالقصر الملكي، وشكرا له.